Oh, sick. مشاهدين في الشقيقة نشوفتي في مرحلة نكون في هذه المباشرة من وسط مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا في هذه الأثناء تدخل ديال رجال الأمن بعد ما قام واحد شخص اللي كيتبين ربما أنه حالة غير طبيعية خلف نزاع مع سائق ديال السيارة ديال الأجرة. طورت الأمور إلى تبادل أو ربما ديال العنف حسب ما سمعنا، وقام بتكسير ديال الزجاج الخلفية ديال سيارة الأجرة على الفور. دخلوا رجال الامن هانتوما كتشوفوا واقفين معيتهم الشخص اللي كسر الزجاج، وكذلك سائق سياره ديال الاجره. الساعه تشير الى حوالي 4 صباحا. مثل هاد النزاعات دائما كيكونوا في هاد اللحظات ديال الخروج زبناء ومرشدي الحانات والعلب والملاهي الليلية. كان رجال الأمن دخلوا على الخط، كنشوفوا بأن الشخص اللي كسر الزجاج كيحاول أنه كيطلب أنه سائق الطاكسي يسمح له. غادي نشوفوا إنما التدخل ديال رجال الأمن كان عاجل، وعلى الفور تمكنوا من إيقاف هذا الشخص اللي قام بتكسير ديال هذا الزجاج. أكيد فقط الدراجين كيطلبوا بوصول تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.